إن تعاضد الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين وتعاونهم في توظيف اليد العاملة الوطنية وتدريبها وتأهيلها هو بلا شك من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الغايات الأساسية لخطط التنمية الرامية إلى بناء الإنسان وتطوير قدراته وخبراته، ومن أجل توفير الرفاه والاستقرار للمجتمع. ومما نود الإشارة إليه في هذا المقام إن سياسات التأمين وبرامجه قد بدأت تؤتي نتائج طيبة، ومن المأمول أن تستمر بالتعاون بين المجتمع أو بين الجميع في مواصلة اندفاعها المدروس نحو إنجاز غاياتها الجليلة وأهدافها المرسومة إن شاء الله.